مشاهدينا، وللحديث عن المطالبات في العراق لإصدار عفو عن المعتقلين في السجون، معنا من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ علي. يعني ما الحاجة إلى إصدار عفو في العراق عن المعتقلين في السجون، ولماذا يعاد إثارة الموضوع كل فترة في العراق؟ حقيقة أنه هذا الأمر منذ أكثر من 10 سنوات البرلمانات المتعاقبة والحكومات المتعاقبة تتداول هذا الأمر دون تحقيق أي نتيجة. المشكلة والكارثة يا سيدي الكريم هي أن هذا العفو يناقش ويراد منه لإصدار، يعني يراد من صدوره بالعفو عن المعتقلين الأبرياء، وهذه كارثة. يعني هناك قناعة من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وقناعة لدى المتلقي العراقي ولدى حتى الحكومة العراقية بأن هناك معتقلين أبرياء، ورغم ذلك هذا القرار تأخر من 10 إلى 12 سنة حتى الآن. نعم. يعني إذا كانوا هؤلاء المعتقلين أبرياء، من يتحمل مسؤوليتهم الآن حين يموتون بسبب إهمال الطعام وإهمال العلاج؟ نعم. والحراس تفتك بهم وهم يعلمون جيدا أن هؤلاء أبرياء. الأمر هذا كارثي. نعم. طيب كيف تقرأ هذا التصريح، وكيف نفهم من هذا من لجنة حقوق الإنسان أنها تعترف بأنه المخبر السري وكذلك الوشايات هي من قادت إلى اعتقال الآلاف داخل السجون؟ يا سيدي الكريم، آمنا بالله، هذا التصريح مو أول مرة يصدر. نعم. هذا يمكن للمرة 20 أو للمرة 50. طيب. آمنا بالله. طيب ما الحل؟ ما الذي هذا تستطيع السؤال يعني. أن تفعل هذا؟ نعم. يعني نحن من الشخص الخطأ، والخطأ كلنا نعرفه وموجود، والخطأ هذا كارثي. لماذا لا يتم اتخاذ إجراء بهذا الأمر؟ نعم. لكن للأسف أنه الحكومات والجهات الكتل الكبرى في البرلمان اللي سيطر على البرلمان هي متورطة باعتقال هؤلاء والوشاية بهم، ولا تريد أن تفرج عنهم لأسباب طائفية. طيب يعني في الحديث عن العفو العام، لماذا لم تستفد أو يستفد آلاف السجناء في العراق من العفو الذي أصدرته السلطات في السنوات السابقة؟ لم يصدر عفو عن المعتقلين في العراق منذ العام 2003 حتى الآن. نعم. لم يصدر عفو بمعنى الكلمة. نعم. هناك انتقائية. قرارات انتقائية تفصل لإطلاق سراح أشخاص معينين، كأن يكونون متهمين بعمليات قتل أو بعمليات سرقة أو بمخدرات أو عنف طائفي. هؤلاء يتم انتقائهم وإخراجهم من السجون بوفق هذا العفو الذي يفصل عليهم. أما إذا تقول لي أن هناك عفو من 2003 إلى الآن، ثم يا سيد العفو يصدر عن المذنب، هؤلاء الذين نطالب بهم نحن ليسوا مذنبين، هي هذه الكارثة. يعني من واجب الحكومة والبرلمان أن يتخذون قرار بإخراجهم فورا، لأن هؤلاء جاي، يعني لا يمر أسبوع إلا 2 أو 3 منهم أو 4 يموتون